أهلين مدام زيزي، أنا كنت رح أتصل فيكي هلأ. فيك تسكت وتسمعني منيح؟ بدي إياك بعد ساعتين تلاقيني بالكافتيريا اللي بالمول، بتقدر؟ شو عم تحكي؟ طبعا بقدر مدام، لا تطولي. صار لك زمان قاعدة هون؟ ايه صار لي زمان طبعا. انا بعتذر بس صاحب المحل ما خلاني اطلع، ومنيح انه اجر فيي وانا حطيته بدالي وطلعت بسرعة لانه بلشت اشتغل. بعرف. مين اللي قال لك؟ امك قالت لي اليوم اجت لعندي. امي؟ وشو بدها منك لحتى اجت؟ انا عن جد بعتذر، ونبهتها أكثر من مرة إنه ما تجي وتزعجك، بس شكلها ما ردت علي، خلص أنا بتفاهم معها. في راس ما في داعي تكبر الموضوع بنوب، أمك خايفة عليك وهالشي كثير طبيعي. شو تركت الدراسة؟ إيه خلص تركتها، ما فيني أدرس وأشتغل بنفس الوقت. الشغل أهم، وبعد فترة رح يزيد راتبي ووقتها رح أقدر. ليش ما بتخلص دراستك بالأول؟ مو هيك أحسن لك؟ ما فيني أستنى لوقتها. ليش؟ شو يعني في حدا لاحقك؟ مدام زينة، أنا فكرت بموضوعنا وفهمت. شو فهمت؟ فهمت ليش ما بدك ياني. آها، وليش بقى؟ لأنه ما عندي مصاري ولا عندي بيت، ومن حقك ترفضيني، ما فيني أمن لك العيشة اللي أنت عايشتيها هلأ. فراس، أنت فهمان القصة؟ خلص أنا بلشت شغل وصار فيني برياحة أطلع مصروفي، وكمان صار فيني أفتح بيت وأتحمل مسؤولية الزواج وشو ما بدك، وكمان اشتريت لك هالخاتم من راتبي، وكنت مستني فرصة لأعطيك إياها. تقبلي تتجوزيني؟ أنت أكيد جنيت. في حدا بيعرض الزواج على وحدة بالأصل متزوجة؟ طبعا اكيد بالاول لازم تطلعي من جوزك، وانا رح استناكي. لا تضيع وقتك، لانه بصراحه مو ناوي اتطلق من جوزي، وقلت لك اياها اكثر من مره. انا بحبه لجوزي وبموت فيه ومبسوطه معه كثير، وفهم وطلع من حياتي بقى، لانه انا مستحيل فكر بواحد مثلك. ولاخر مره عم نبهك، طلع من حياتي. انت عم تكذبي، وكمان مانك مبسوطه مع حداك. طلع فيني، اللي عم تحكي عنه بهالطريقة هي بيكون جوزي اللي بحبه،